السابع من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال الكعبة، استقبال مكة. شبقم وم ده شروط ده منزلنا داري شغا قبلية مخكي أو كعبية شريفية مخكي. لابد من استقبال القبلة في الفريضة وفي النافل. لازمي خبر ذا شفا نفل منسك وفر منسك قبلية بايد مخوي. إلا فقط النافلة في السفر فقط تصلى النافلة حيث توجهت به السيارة أو الدابة أو القطار أو الطائرة. مگر صرف نفل منزنو کی نفل منزنو کی چکم طرف تے مخو چ گاڑو ک سورلی وا او ک جازو پای کی بمخ طرف تا کی. الثامن من شروط الصلاة دخول الوقت. اتم شرط منزنو غدار چ د منز وقت داخل شوی. فلا يصح ان يصلي قبل دخول وقت الصلاة. د منز وقت داخل دون مخ کی من صحیح نده. ويحرم تاخير الصلاة اخراج الصلاة عن وقتها. أم ده غرانجي دمون دخبل وقتنا رستك ولهم حرام دي. نعم التاسع من شروط الصلاة. نهم شرط دمون شرطنونا. ستر العورة أخذ كامل الزينة في الصلاة. دخبل عورت بتول أو خبل زان فمون تبرابر أول زينة أخذت الخبل. نعم المرأة تستر جميع البدن إلا وجهها. خذا بخبل طول بدن بتاي مگر صرف مخبنا بتاي. الرجل يستر من السرة إلى الركبة. سړی چې کوم دی هغه د خپل نامه نه تر زنګنونو پورې به دا پټوي. مع استحباب ستر العاتقين سره د اوږو د پټولو چې دا مستحب دی. واخذ كامل الزينه في الصلاه همدغه رنګ یې خپل ښایست برابرول ځان برابرول منځ کې. هذه شروط الصلاه التسعه الشروط تاتي قبل الدخول في الصلاه. دا نهه شرطونه دي او شرطونه دي ته وایي چې دا د مونږ نه مخکې وي. لابد ان نحقق وناتي بهذه الشروط قبل الدخول في الصلاه والله اعلم. لازمي خبره ده چې مونږ او تاسو باید د مونږ نه مخکې دا شرطونه په خپل ځان کې پوره کړو او بیا مانځه ته لاړ شو والله اعلم.